ازيكم يا احلى متابعين، وحشتوني جدا جدا. النهارده جايبه لكم قصه رومانسيه جديده بعنوان انت ادماني، بقلم الكاتبه الجميله ساره محمد. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا قصتنا. كانت توليب نايمه على الفراش وهي بتبص بتخفي عشان تشوف اللي بيحصل، لان رعد واقف مع الطبيب وبيتكلم معاه وظهر عليه الندم جدا، فهي ما كانتش تعتقد انه هيقلق عليها للدرجة دي، فقفلت عينيها بسرعة لما لاحظت انه هيشوفها. وبعد خروج الدكتور ففتحت عينيها وقالت بتصنع، هو ايه اللي حصل؟ صدقين انا اسف، ما كنتش اقصد. استغربت طريقته واشفقت عليه، فتلك الدفعة كانت مؤلمة فعلا، بس ما افقدتهاش وعيها، لكن هي اتصنعت ده عشان تبعده عن فكرة الذهاب. فحوطت ايديه الخشنة بايديها الرقيقة وقالت برقة، ولا يهمك انا مقدرة حالتك، عارف يا رعد لو الموضوع ده اتكرر ممكن تقتلني من غير قصد، ساعتها هتندم فعلا، انت لسه في الاول، ولو استمرت على موضوع شرب المخدرات ده ممكن تقتلني من غير قصد برضو، واكيد هتندم انك متعالجتش. صدقني قدامك فرصة تقدر تستغلها، حاول تساعدني عشان اعرف اساعدك يا رعد. اتحولت نظراته من ندم للجفاء والبرود وساب ايديها وخرج لبرا، فدمعت عيونها، فدي اول مرة تتأثر بشخصية حد كده، لانها عارفة انه بيمثل عليها وعلى نفسه في الاول، وعارفة ان من داخله عايز يتعالج وعايز يتخلص من الادمان. اما رعد فكان في اوضته وكان محتار جدا، مش عارف ياخد قراره النهائي ان كان يتعالج ولا لا، مش هيقدر. وبعد تفكير كتير انتفض رعد من ثباته وحس وكأنه اخد صفعة قوية رجعته لوعيه، لانه تيقن بان توليب هي الوحيدة اللي عايزة تساعده. فقام بسرعة وتوجه لأوضتها وخبط على الباب ودخل ولقاها بتمشط شعرها، فكانت رائعة الجمال، فاستند على الحيطة وبص لها بنظرات عميقة ما قدرتش هي ان تفسرها. فقطع الصمت ده كلام رعد وهو بيقول، شعرك حلو. استغربت وردت وقالت، عارفة. ابتسم ابتسامة جذابة قضت على قلب توليب، واللي ظهر عليها شبه ابتسامة على وشها، فسألته باستغراب، انت كويس؟ كويس تمام، ما حصلش حاجة. كنت جاي ليه؟ عايز حاجة؟ جاي اقولك اني موافق اتعالج. وفي مكان تاني كان قاعد بيشرب قهوته المرة واللي زي مزاجه السيء بالظبط، ورن تليفونه وظهر اسم سمر، فرد وقال، عايزة ايه يا سمر؟ مالك يا جاسر بتتكلم معايا كده ليه؟ حس بتأنيب الضمير لانه مش ذنبها، فقال معتذر، معلش يا سمر ما تأخذنيش، ما كنتش اقصد، عندي مشاكل في الشغل، بس كنت عايزة حاجة؟ فانا بس كنت عايزة اقولك ننزل نخرج شوية، نروح نقعد في كافيه ولا حاجة، بس واضح انك مش في المود. لا عادي موافق، ابعتيلي العنوان في مسج. قالها بنبرة ما فيهاش اي ذرة حماس، وانهى المكالمة وقفل معاها. وبعد دقايق وصلته الرسالة، لان علاقته بسمر اتوتدت الفترة الاخيرة، فكان بيخرج معاها كتير، بس هو شايفها كصديقة، لكن هي شايفاه كحبيب مش صديق. وبنرجع لتوليب اللي اتصدمت جدا واتسعت عينيها وقالت بحماس، قول والله. والله سقفت توليب من فرحتها، فضحك رعد عليها ومسك ايديها وقال، اهدي يا مجنونة يخرب بيتك. اهدأ ايه؟ ده خبر تاريخي لازم يتسجل. ولحظتها فكرت في حاجة وسألته بشك، يعني مفيش تراجع ابدا يا رعد؟ انا ما باخدش قرار وبرجع فيه، ما تخافيش. هتقابل حاجات صعبة وهتتعصب وتضرب وتكسر، مش سهل الموضوع. مش مهم كل ده، اهم حاجة ان اتعالج. وكمل كلامه بتحذير، بس ابقي بعيدة عني تماما طول الفترة دي، انا ببقى مش في وعي وممكن اذيكي من غير قصد. عادي مش مهم. لا طبعا مفيش حاجة اسمها مش مهم، حاولي على قد ما تقدري لما تشوفيني تعبان او حسيتي اني ممكن اذيكي، لاني عايز المخدرات
ابعدي واقفلي على نفسك الباب وسيبيني برا، اهم حاجه اياك تظهري قدامي ولما اهدب اطلعي، فاهمه؟ فردت وهي بتحاول تغير الموضوع وقالت طب نبتدي بقى ناخد الادويه. قعدوا الاثنين في مطعم هادي وهي قاعده بتبص له بتفكير، اما هو فبيلعب بالمعلقه في الطبق اللي قصاده وذهنه شارد تماما. فقالت جسر ها عايزه حاجه يا سمر؟ ابتسمت بحزن لانها عارفه ايه اللي بيفكر فيه. فردت وقالت كنت بقولك همشي عشان اتاخرت. وبدون ما تديه فرصه ان يرد عليها قامت بالفعل واخدت شنطتها ومشيت من قصاده، اما هو فطلب الحساب ومشي من المكان. وعدت الايام وكل حاجه ماشيه كويس، فبوادر العلاج بدات تظهر نتائجه، وعرفت توليب في الفتره دي مدى شجاعه رعد. فطول المده دي كان بيتحمل وبيصبر، فبالطبع كان بتحصل بعض التشنجات بس هي كانت بتساعده ان يتحكم فيها، وبدأ جسمه يتعود على عدم وجود المخدرات الى حد ما. وفي يوم ما نزل رعد المسبح وتوليب قاعدة بتلعب في تليفونها، فرن تليفونها وقالت برسمية خير يا دكتور مجد في حاجة؟ اتحرج مجد من اسلوبها في الكلام بس اتغاضى عن ده ورد وقال كنت عايز اسألك ما بتجيش ليه يا دكتورة؟ هو انت ما تعرفش اني عروسة جديدة ولا ايه؟ عرفت من جاسر بس مهما كان عدى شهر واكتر لازم ترجع للشغل. انا تحت ايدي مريض يا دكتور، لما اخلص مراحل علاجه ابقى ارجع ان شاء الله. معلش مشغولة دلوقتي ومضطر اقفل، مع السلامة. وقفلت التليفون فحست بملل وخرجت من اوضتها ولقت رعد بيسبح برشاقة، فوقفت قصاده وهي بتبصله وكانت متضايقة، فاستغرب من وقفتها وقال لها مالك يا مدام؟ لا ولا حاجة، خليك انت كده عايش في العسل وانا قاعدة محروقة جوه. طب ما تيجي تطفي نارك هنا. اتصدم التوليب وقالت مستحيل طبعا. ايش معنى يعني؟ لا اصلي انا مش بعرف اعوم. تعالي وانا اعلمك، قالها رعد بمكر. فردت وقالت لا شكرا مش عايزة. براحتك انت الخسرانة. وفي المساء أثناء نوم رعد كان بيتحرك وكأنه حاسس بالاختناق وعرقان جدا وجسمه كان سخن جدا، وفي نفس الوقت كانت توليب بتتجول في القصر وبتدور على أي حاجة تتسلى فيها، لحد ما مرت جنب أوضة رعد وسمعت صوت تأوهاته، فاقتحمت الأوضة ولقت فعلا اللي كانت متوقعة واللي كان، وحست جبينه واتفزعت لما لقت درجة حرارته عالية جدا، وجريت بسرعة على المطبخ وأحضرت طبق مليان مية وقعدت جنبه وبدأت تعمله كمادات، واستمرت على الوضع ده لحد ساعتين تقريبا، لحد ما درجة حرارته انخفضت شوية، فحمدت ربنا وسندت راسها على كتفه لحد ما نامت بدون ما تحس. وفي الصباح فاق رعد وهو حاسس ان مخه هينفجر من الصداع، فبص التوليب اللي نايمة على كتفه وبسبب حركته فاق التوليب بفزع وقالت له في ايه؟ حد يصحي حد كده؟ وكان هينفجر فيها بس الصداع والدوار اللي حاسس بيهم منعوا عن ده، فبصت له بقلق وقالت له مالك انت كويس؟ مالكيش دعوة بعدي. ايوه صح انا مالي بيك اصلا، يا رب تموت حتى ماليش دعوة. ورمت كلامها الصعب ومشيت من قصاده ورزعت باب الأوضة وراها، فقعد بسبب التعب اللي حاسس بيه وهو بيدلك في راسه عشان يهدى الصداع، وبص جنب السرير فلقى طبق مليان مية وقماشة جنبه، فاستغرب جدا من وجود الطبق في الأوضة، ولحظتها بس افتكر اللي حصل امبارح انه كان تعبان جدا وبكده هي اللي أنقذته، فجري بسرعة وهو بيدور عليها ودخل أوضتها ولقاها ماسكة صورة وبتبص لها بمنتهى الحزن، فما قدرش يقطعها وفضل شارد فيها لحد ما سمعها وهي بتقول بنبرة كلها ألم وحشتني. فزاد فضول رعب لأنه عايز يعرف
مين اللي في الصورة وما انتبهتش لوجوده من الأساس، وطالت وقفته قصادها وهو بيراقبها لحد ما أخيرا قامت تليب ولقته قصادها، فاتصدمت جدا وقالت بلخبطة: انت هنا من امتى؟ لسه جاي دلوقتي. قال لها كده لأنه ما كانش عايز يحرجها، وبدون ما يسأل على اللي في الصورة قال لها بأسف: أنا آسف على اللي حصل مني، صدقيني ما جاش في بالي خالص اللي حصل امبارح، المرة الجاية لو كنت بتموت قدامي مش هبصلك حتى. وسبت ومشيت للمرة التانية. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه في أولها، يا رب تكون عجبتكم. مستنية رأيكم فيها في الكومنتات، بس شجعوني ودعموني باللايك اللي بيفرحني جدا، واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. بحبكم قوي، مع السلامة.